عاجل مصر تفرض حظر التجوال، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل دراسة تكشف عن خطر كبير ستتعرض له مصر من سد النهضة. وعاجل تحركات عسكرية سودانية جديدة على حدود إثيوبيا. وواشنطن توجه رسالة لإثيوبيا يجب حل أزمة سد النهضة الآن. وهام رد فعل السيسي على شكوى مجند بالجيش المصري خلال جولة على دراجة هوائية. وهام تفاصيل فشل ذريع قامت به إثيوبيا بعملية الملء الثاني لسد النهضة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وعاجل دراسة تكشف عن خطر كبير ستتعرض له مصر من سد النهضة. أعدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية دراسة عن آثار الملء الثاني لسد النهضة على دول حوض النيل، وذلك على هامش مشاركة المؤسسة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021. الدراسة أوضحت أن في مخاطر للسد الإثيوبي على مصر والسودان. أكدت أن بناء سد النهضة كمشروع تنموي قد لاقى ترحيب كل من مصر والسودان باعتبار أن لكل دولة الحق في تنمية مواردها، ولكن شرط عدم الإضرار بمصالح باقي الدول، الأمر الذي يتفق مع المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة. وأضافت أنه وبناء على ذلك وقعت الدول الثلاثة اتفاق مبادئ في مارس 2015 كرغبة صادقة من مصر والسودان لدعم المشروع الإثيوبي في حالة ضمان عدم المساس بالأمن المائي لمصر وبما لا يتسبب في أي أضرار. الدراسة أشارت إلى أنه وبعد اقتراب إثيوبيا من إكمال بناء السد ظهرت نوايا أخرى مغايرة للاتفاق الثلاثي بشكل يهدد دولتي المصب على مستويات عدة، خاصة ما يتعلق برفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم بشأن الحفاظ على حصص مصر والسودان من المياه، وكذلك الاتفاق على قواعد الملء وتشغيل السد، الأمر الذي قد يتسبب في كوارث غير محدودة على دولتي المصب. وأضافت أن في العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، ويأتي منها تأثير سد النهضة على الزراعة، فتعاني مصر بعيدا عن سد النهضة من فقر الماء، حيث تحصل سنويا على حصتها المحددة باتفاقية 59 بينها وبين السودان على نحو 55.5 مليار متر مكعب، وهي النسبة التي لم تتغير رغم زيادة عدد السكان بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز مائي لمصر يبلغ 22 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل حوالي 40% من حصتها المقررة. وانخفض نصيب الفرد في مصر إلى ما يقرب من 625 متر مكعب سنويا من المياه العذبة المتجددة بعد أن وصل تعداد السكان ل 100 مليون نسمة في عام 2017 والمرشح للزيادة، وهو انخفاض دون حد الشح المائي والذي يقدر حسب المؤشرات العالمية بحوالي 1000 متر مكعب سنويا. الدراسة أكدت أنه يعد القطاع الزراعي أحد أهم موارد الاقتصاد المصري، حيث يساهم في نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 20% من الصادرات، كما يعمل بالزراعة 30% من إجمالي قوة العمل المصرية، ويعيش في الريف نحو 60% من السكان. وتستورد مصر سنويا منتجات زراعية لتغطية حاجة السكان الغذائية بنحو 90 مليار جنيه سنويا. أضافت أنه وفقا لبعض الدراسات سيؤدي سد النهضة إلى انخفاض رقعة الأرض الزراعية في صعيد مصر بنسبة 30% وفي الدلتا بنسبة 23%، وتتعارض إجراءات إثيوبيا في هذا الأمر مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحق في الغذاء، والذي نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته رقم 25، كما تعرقل الهدف الثاني من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتعلق بالقضاء التام على الجوع. المصدر معانا كان من الدستور، وهذا كان بحث قدمته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية
عن آثار ملء سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. أحب أكد مرة واثنين وتلاتة، كلنا على ثقة في القيادة السياسية. الرئيس السيسي قال كلمة واحدة، نقطة مياه من مصر خط أحمر، وإحنا يعني واثقين في القيادة السياسية في مصر. ننتقل لخبر آخر وعاجل. مصر تفرض حظر تجوال. ننشر لحضراتكم التفاصيل. أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قرارا بفرض حظر التجوال في بعض المناطق بشمال سيناء. ووفقا لقرار مجلس الوزراء المصري، فإن حظر التجوال سيكون في المناطق المحددة شرقا في تل رفح وحتى العوجة، على أن تكون أوقات الحظر من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالي. ويعمل بقرار اعتبارا من الساعة 1 من صباح يوم السبت الموافق 24 يوليو الحالي، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصدر معانا كامل الوطن واليوم السابع، بنقل لحضراتكم التفاصيل ومكملين مع بعض. انتقل لخبر آخر وعاجل. تحركات عسكرية سودانية جديدة على حدود إثيوبيا. الجيش السوداني أعلن إبقاء قواته في أراضي الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، وذلك بعد استرداد عدد من الأراضي التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا، وذلك لحين استعادة الأمن والاستقرار. قال الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان في السودان الذي أدى صلاة عيد الأضحى في منطقة الفشقة، أن الجيش السوداني سيظل بالفشقة حتى تستعيد كامل أمنها واستقرارها. وأضاف أن أرض الفشقة لن تدنس مرة أخرى، ومواطنيها سيعيشون في أرضهم آمنين مطمئنين بعد أن زرعوا هذا الموسم لأول مرة منذ أكثر من 25 سنة نسبة لاغتصاب أراضيهم لزمن طويل، وفقا لصحيفة سودان تريبيون. وأعلن الحسين بدء حركة تنمية واسعة في الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى بفتح الطرق وإنشاء الجسور وحفر آبار المياه. الجيش السوداني استعاد في نوفمبر الماضي غالب أراضي الفشقة الخصيبة بعد أن ظلت تحت سيطرة مزارعين وميليشيات مدعومين من إثيوبيا لنحو 25 سنة. وزار رئيس هيئة الأركان والوفد المرافق له الكباري التي تكلفت بها قوات المسلحة في منطقتي ودوكلي وود عروض، والتي شرفت على الانتهاء. كما شهدت منطقة ود عروض العسكرية بالشريط الحدودي في محلية القريشة بولاية القضارف وصول الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان التي أدى برفقة كبار الضباط الجيش صلاة العيد بالمنطقة. وتصدت القوات السودانية وقوات الاحتياطي بالفرقة الثانية مشاة للقوات الإثيوبية التي نفذت الهجوم على بعد كيلومترين من منطقة شرق سندي لإسناد المزارعين الإثيوبيين بالفشقة الصغرى. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وواشنطن توجه رسالة لإثيوبيا، يجب حل أزمة سد النهضة. وجهت السفارة الأمريكية في الكونغو الديمقراطية رسالة حاسمة لإثيوبيا بعد قيامها بالملء الثاني في سد النهضة الإثيوبي، أكدت ضرورة حل الأزمة. تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هاتفيا مع الرئيس تشيسيديكي، والذي يشغل حاليا كذلك رئاسة الاتحاد الإفريقي. شدد بلينكين على قلق أمريكا البالغ تجاه تدهور الوضع الإنساني في منطقة تجري في إثيوبيا. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية دور الاتحاد الإفريقي في الحد من الصراع والتوسط في أزمة السد الإثيوبي الكبير. الجانبان أكدا التزامهما بالعمل معا حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها الهائلة نحو الاستمرار في مسار إيجابي بأزمة السد. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. أمريكا والاتحاد الأوروبي قال إن احنا نحل أزمة سد النهضة، أما نشوف هيعرفوا يحلوا هذه الأزمة أم لا. أمريكا فشلت في عهد ترامب من حل هذه الأزمة، وقبل التوقيع النهائي من قبل إثيوبيا، إثيوبيا انسحبت ورجعت لإثيوبيا مرة أخرى. الكلام ده كان اجتماع سد النهضة اللي كان في واشنطن العام الماضي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وهام. رد فعل الرئيس السيسي على شكوى مجند بالجيش المصري
خلال جولة على دراجة هوائية. تداولت وسائل الإعلام المصرية فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي يقود دراجته ويستمع لمطالب أحد المجندين. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يقود دراجته الهوائية بينما يتحدث مع مجند يدعى أيمن، والذي سأله الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وظيفته، وقال الشاب إنه من محافظة المنوفية ومن قرية إشمون، ويبلغ من العمر 29 سنة، وينتهي جيشه في 21/4/2022، وصاحب أحد المكاتب أثناء دراسته براتب 1500 جنيه. المصدر معنا كان من قناة أون تي في. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض لخبر آخر وهام تفاصيل فشل زريع إثيوبي بعملية الملء الثاني لسد النهضة. قال خبير المياه المصري نادر نور الدين إن إثيوبيا حققت فشلين ذريعين في عملية الملء الثاني لسد النهضة دون أن تستطيع مصارحة شعبها بهما. أضاف نور الدين في تصريح لأرتي: فشلت إثيوبيا في تحقيق ما استهدفته من الملء الثاني لخزان سد النهضة بتخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه هذا العام، ثم فشلت في تحقيق الاختبار الثاني الذي أعلنه وزير المياه والطاقة الإثيوبي باستهداف تخزين 6.9 مليار متر مكعب بعد الفشل في تعلية الحاجز الأوسط للسد إلى ارتفاع 30 متر وإعلانه من الوصول به ل 13 متر فقط، ثم تبين عدم صحة هذا الارتفاع حيث لم تستطع إثيوبيا إلا تخزين 3 مليارات متر مكعب فقط هذا العام، بما يعني تعلية الحاجز الأوسط بارتفاع 8 متر فقط وعدم صحة ما تعلنه إثيوبيا من أرقام بهذا الشأن. وتابع الفشل الثاني الزريع هو فشل توليد الكهرباء بفشل عملية تشغيل التوربينيين السفليين للسد والتي تحتاج تخزين 4 مليار متر مكعب فقط من المياه لبدء تشغيلهما، حيث يقعان على منسوب 542 مترا والمطلوب لتشغيلهما الوصول لمنسوب 560 مترا، ورغم وصول التخزين إلى منسوب 573 مترا بإجمالي 8 مليار متر مكعب حتى الآن، إلا أن إثيوبيا فشلت في تشغيل التوربينيين وتوليد الكهرباء التي وعدت شعبها بها لمشاكل في تركيب التوربينيين ومشاكل أكبر في إنشاء محطة الكهرباء وكابلات وشبكات نقل الكهرباء. فهل يصارح المسؤولون الإثيوبيون شعبهم بهذا الفشل المزدوج بدلا من قلب الحقائق والادعاء بنجاح الملء الثاني للسد على غير الحقيقة؟ المصدر معنا كان من RT. بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل، يعني أنا بقرأ تعليقات حضراتكم على الأخبار، و يعني لو تعليق في سؤال برد عليه إن شاء الله. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم عبد الله إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، وكان معنا أبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.